إذا شلون أنصفنا إحنا الأيزيديين؟ إحنا ما نقول أنصفناهم 100%، اليوم أكو أكيد الكثير من المشاكل، تعرفون أكو كانت فترات أنه أكو ضائقة مالية، أكو تفاصيل معينة تخص الحكومة، لكن إحنا اليوم بالذكرى العاشرة نقول أنه تأخرت الحكومة كثيرا في إنهاء هذا الملف وإنصافهم. اليوم من ضمن المغيبين 700، هل تعلمون أنه عدد المقابر التي تخص فقط المكون الأيزيدي في الموصل 94 مقبرة، اللي تم فتحها لغاية اليوم هي 61، يعني بمعنى هنالك 33 مقبرة لم تفتح. 10 سنين مو كافية حتى نفتح نطالب المقابر نطالب ونرجع نطالب لأهلهم خبر. نطالب من خلال أنه برنامجكم اليوم أنه المفروض يكون جهد حكومي لفتح كل المقابر، لأن أكيد 700 اللي مغيبين لليوم هم يعني نتوقع أنه بعد مرور 10 سنوات يكونون ضمن الضحايا في هذه المقابر 31 اللي لم تفتح لليوم. بالنتيجة الحكومة المفروض تعزز الجهد، لأنه هذا الملف تديره دائرة صغيرة تسمى دائرة المقابر الجماعية الموجودة في الشهداء، مؤسسة الشهداء. هذه الدائرة يعني حتى عدد أفرادها لا تستطيع أن تفتح هذه المقابر بوقت قصير.